أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. شيخنا أنا قد اتصلت بكم منذ أسبوع تقريبا، وسألتكم يعني بالنسبة لحكم التصويت للدستور المصري، وقد وعدت شيخنا بنزول البيان في هذا الشأن يعني، فكنت أريد السؤال يعني هل سينزل البيان إن شاء الله يعني؟ لا قريب إن شاء الله يخرج، والبيان في تحريم التصويت على الدستور. التصويت على الدستور لا يجوز، حرام، ومن صوت عليه التوبة والإعلان وإعلان براءته منه ومن أهله. هذا خلاصة. أحسن الله إليكم شيخنا. الدستور دستور كفري، كفري طاغوتي، فلا يجوز التصويت عليه. أحسن الله إليكم شيخنا، وبعضهم يدعي أن فيه مصلحة، فكيف نرد على هذا يعني؟ وش ما هي المصلحة؟ يقولون شيخنا مصلحة استقرار البلاد، ويعني يقولون إن استقرار البلاد، لا تستقر البلاد على الكفر، استقرار البلاد يطالب بالحكم بالشريعة. لماذا قامت الثورة الآن؟ الثورة قامت إيش؟ قامت تزيد نظام كفري آخر، نظام كفري أصلا، نظام كفري تقيم نظام كفري آخر، إيش الفائدة؟ كان تبقى على النظام الأول. الله المستعان، الله المستعان.